سيدة وانغ موي من بكين، لماذا تدعم الصين حركة طالبان؟ أهلا جميعا. كما نعرف انسحب الجيش الأمريكي من أفغانستان في العام الماضي، وما أدى إلى حدوث الفوضى والاضطرابات في أفغانستان. وأما الصين باعتبارها جارة ودية وجارة صديقة لأفغانستان، فهي ظلت تتمسك بمبدأ حسن جيران وتنتهج السياسات ودية لأفغانستان ولشعب الأفغاني. ولكن نعم تفضلي. فسياسة الصين تجاه أفغانستان واضحة وحازمة، وتحافظ على استقرار واستمرارية على مر السنين. فالصين تحترم دائما استقلال أفغانستان وسيادتها وسلام أراضيها، وتحترم الخيارات المستقلة التي تتخذها الشعب الأفغاني، ولا تتدخل مطلقا في الشؤون الداخلية لأفغانستان، ولا تسعى إلى الحصول على النفوذ في أفغانستان. وما فعلت الصين يسب في مصلحة البلدين والشعبين. طيب اسمحي لي يا سيدة وانغ، اسمحي لي بعد إذنك، ولكن ألا تخشى السياسة الصينية مثلا الخارجية، ألا تخشى مما يحذر منه الجميع أن طالبان حركة متشددة، حركة قبل 20 عاما آوت إرهابيين، خرج أو تعاونت مع تنظيمات إرهابية، ألا تخشى الصين من أن يتم هذا التمازج بين الأقليات المسلمة لديها وبين طالبان؟ وكما قلت مسبقا أن الصين هو يعني تدفع الشعب، وما فعلت الصين هو من أجل تحسين الشعب، تحسين المعيشة لشعب الأفغاني. وكما نعرف أن الصين لا طالت الصين قدمت المساعدات إلى أفغانستان على مر 20 عاما. نعم، ليست للحكومة الأفغانية الحالية بقيادة حركة طالبان فقط. وفي الحقيقة في الفترة الحكومة الانتقالية في عام 2001، خلال هذه الفترة الطويلة، يعني خلال هذه عقدين، ظلت الصين قدمت المساعدات إلى الشعب الأفغاني. مثلا في عام 2001 بعد تشكيل الحكومة الانتقالية الأفغانية، حينذاك قد قدمت الصين أيضا المساعدات إلى أفغانستان. نعم. والشعب الأفغاني. نعم، في ذلك الوقت قد قدم الصين مليون دولار أمريكي نقدا. طيب. و30 مليون يوان صينيا من إمدادات طوارئ أيضا، فليست في الحكومة الحالية فقط، بل ظلت الصين قدمت المساعدات إلى الشعب الأفغاني. نعم. طيب.